عبر إذاعة الشرق الأوسط بجدد التحية الصباحية إلى جميع الأعزاء المستمعين يلي مرافقينا بحلقة كندا إكسبريس لليوم الخميس 25 تموز جويه 2024 أو انضموا إلى السمع بهذه الأثناء. أعزائي المستمعين، اليوم رح نتناول موضوع ذات أهمية كبيرة للصحة العامة تحديدا بمقاطعة كيبيك، ورح نتحدث عن ظاهرة الأطباء يلي عم بيختاروا الانفصال عن نظام الصحة العامة. لماذا هذا الاختيار؟ ما هي الأسباب وانعكاسات هذا الاختيار على المرضى والنظام الصحي؟ للإجابة على هذه الأسئلة رح يكون معنا مباشرة على الهواء طبيب الأسرة الدكتور محمد غلاييني ليوضح لنا أكثر تفاصيل هذا الموضوع المعقد، وأحيانا ربما يشاركنا بعض الأمور التي تجري في الكواليس بعيدا عن الأضواء ويلي يمكن عم بتزيد من نسبة الأطباء يلي عم يختاروا الاتجاه إلى القطاع الخاص. إذا عن نرسم نطلع على البيانات، يعني إن كان الأطباء العامين أو المتخصصين هناك ازدياد كتير كبير. من 2014 كان عنا 200 أمني براتيسيان، اليوم عنا 514. بال 2014 كان عنا 68 طبيب غير مشتركين بالرامك، اليوم عنا 260. رح نحكي أكثر عن هذه الظاهرة وهذا الاتجاه مع دكتور غلاييني. صباح الخير. صباح النور. دكتور، مع تسارع هجرة الأطباء من الشبكة العامة إلى القطاع الخاص، المزيد والمزيد من سكان كيبيك يعني عم يتفاجئوا أحيانا أنه حتى طبيب الأسرة يلي عم يتعاملوا معه منذ سنوات يمكن قرر ينتقل للقطاع الخاص، وإذا حبوا يكفوا معه في مبالغ طائلة باكيجز عم تتقدم، ولكن يعني أكيد هذا الثمن ليس فقط ثمن مادي ممكن يدفعه المريض، إنما رح يكون في ثمن بتدفعوا الشبكة الصحية بشكل عام. إذا فيك تشرح لنا بإيجاز ما ينطوي عليه هذا الواقع حاليا. يعني أنا بتصور الأعداد السهلة صغيرة كتير، يعني عدد أكيد في تغيير كبير صار مؤخرا بالنسبة لعدد الأطباء اللي عم يترك السيستم بليك ويروح على البريفي، يعني تقريبا نحن منقول دوبل بين السنة الماضية وهالسنة هايدي. بس نحن ما بدنا ننسى، إذا بنحكي بس على الفاميلي دكتور، يعني قبل كانوا 250، اليوم صاروا 500 من أصل 10,000. فإذا هن 5%، يعني العدد كامل هو 5% من الأطباء فقط اللي هن ما بيشتغلوا مع الرامكو. فالزيادة كانت 2.5 هالسنة هايدي بالذات، مع أنه هي كانت يعني 2.5 خلال السنين الماضية كلياتها. بالنسبة للسبيسياليست أقل، يعني بالسبيسياليست النسبة عندهم يمكن 2.5%، يعني حتى نص الفاميلي. السبيسياليست وضعهم يعني أقل فليكسيبيليتي من الميدسان دو فاميلي، لأنه احنا معرف أنه بكيبيك ما في مستشفيات خاصة، فإذا الطبيب اللي بده يعمل عملية هو مجبور يعمل عمليته بالسيستم بوبليك. فلو كان عنا مستشفيات خاصة يمكن كان في عدد أكبر بكتير من أطباء الاختصاص كانوا تركوا السيستم بوبليك وراحوا على الخاص. بس منا قادرين نعمل عمليات، منا يعني ممنوع المريض ينام بالمستشفى بأي مركز طبي بكيبيك إلا ما يكون مستشفى، والمستشفيات كلياتها هي public، ما بتنعطى رخصة لمستشفى خاص. ربما الأمر، عفوا للمقاطعة، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه الأطباء الشباب يعني هني أكثر عددا اليوم يلي عم يتجنبوا الرامكو. صحيح. هلا بالنسبة للسبيسياليست في اختصاصات معينة كل عمره بالبرايفت أكثر شوي من الببليك، مثل مثلا الدرماتو. يعني الدرماتو لأنه استيتيك بقلبه كتير تجميل وبقلبه كتير أشياء منها مغطاية بالرامكو، في عدد من هال المختصين اللي هم عادة بيروحوا على الخاص. بالنسبة للميتين فاميليا، دخلت اني انا ميتين دو فامي يعني قادر اعطي اكتر. كلامك صحيح، الجنراتيون الجديدة تبعت الاطباء بهم اكتر بكتير الكاليتي دو في من انه قدي سوري على الكلمة عم تعمل مصاري. فهن مستعدين انهم يقللوا دخلهم شوي pour avoir des meilleures conditions de travail.
وهيدي ما بس بالميدسين يعني بكل الدومينات الجديدة اليوم. الجينيراسيون الجديدة بتعطي قيمة للكاليتي دو في تبعيتها وللكونديسيون دو ترافاي تبعيتها أكثر بكتير من قدي قادرة تعمل مصاري بالشغل تبعها. وهالشي عم نشوفه اليوم بالأطباء. ما بدي يكون شوي سكسيست بس كمان نحن كفاميلي ميديسن 60% دي ميدسان سون دي فام. وهيدول بيكونوا يعني قضوا حياتهم عم يدرسوا. نحن بنعرف الميدسين بكباك وبكندا ان جنرال مين اللي بيقدر يفوت عليها. يعني هيدول ناس عن جد قضوا حياتهم عم يدرسوا بكل معنى الكلمة. فهي بتكون ناطرة انه تبلش الشغل لحتى تخفف شوي لحتى تعمل عائلة لحتى يصير عندها أولاد. فبهالحالة هيدي هي بتفضل انه تشتغل اقل من 5 أيام ولا 6 أيام فول تايم. وهيدي مشكلة كبيرة عنا هون نحن بكباك انه طريقة التعامل بين الرامكو وبين الميدسان دو فامي تعتمد على أشياء من فميهم نحن دي فورفي. فإذا بدنا نشرحها شوي للعلاقة تبعت الميدسان دو فامي مع الرامكو يعني مع الدولة وبيكون مفيد لأنه خصوصا يمكن في مهاجرين جدد كتير بعد ما يعني النظام بعد ما هيك كيف راكب بعد ما دخل باستيعابهم لأنه نظام خاص جدا يعني من ناحية المفهوم. إذا فيك كمان هيك تبسط لنا إياها كمان. صحيح. هلأ الطبيب يلي بيخلص اختصاصه عميتين فاميليال لنقول هو كل الاختصاصات نفس الشيء بس لنقول في طبيب السنة بيخلص اختصاصه ميتين دو فامي ما نو قادر يشتغل بالمحل اللي هو بده إياه. يعني لنقول أنا خلصت وأنا ساكن بلافال وأنا حابب أشتغل بلافال لحتى يكون شغلي قريب على 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 سكني. سنفا يعني it's not granted يعني ما انه دغري انا والله بكرة بشوف العيادة اللي جنب بيتي بشتغل فيها. لا انا لازم اعمل عقد تعاقد مع الدولة والتعاقد مع الدولة بيكون على حسب الدولة شو بدها مش على حسب انا شو بدي وبأي يعني منطقة. صحيح. يعني يمكن هي الدولة كل سنة بتعمل تقرير داخلي وبتشوف وين المناطق اللي هي بحاجة لفاميلي دكتور أكتر من غيرها وعلى هالأساس هي بتعطي عدد التراخيص للتعاقد الجديد مع الدولة. مثلا لنقول انه عدد الأطباء بلافال هو أكتر من عدد الأطباء بجاسبيزي فإذا هالسنة الدولة بتقول أنا بدي أعطي مثلا 100 عقد بالجاسبيزي بدي أعطي مثلا 10 بس بلافال وحتى العشرة اللي بدها تعطيهم بلافال انت لازم تتعهدي انك مستعدة تعمليها للدولة اشياء منسميهم AMP اللي هن اكتيفيتي ميديكال بارتيكوليير لحتى الدولة تعطيك عقد التعاقد تبعها بهالمنطقة هيدي بالذات. والAMP هن اشياء يعني مثل نحن بنعرف بكباك الطوارئ. يعني لما بتروحي على المستشفى بالطوارئ في تقريبا 70% من الأطباء هن فاميلي دكتور مش أطباء طوارئ يعني هو في اختصاص طوارئ بس 70-80% من الحكمة اللي موجودين بالطوارئ هن فاميلي دكتور. التوليد نحن كمان بنعرف انه اكثر من 50% من الولادات اللي بتصير عنا بكباك هن فاميلي دكتور. CHSLD دار العجزة بدل ما يكون الأطباء دي جيرياتر الجيرياتر هو الطبيب المتخصص بالعجزة بيكونوا فاميلي دكتور عم يعملوا هالشيء. الأوسبيتاليزاسيون يعني الحكيم على الطابق بالمستشفيات عنا أكثر من 80% هون هن الهوسبيتاليست هو فاميلي دكتور طالما هن لازم يكونوا ميدسين انترن. فهي كباك كمان بتعكز كتير على الفاميلي دكتور وبتجبرنا يعني مثلا هالحكيم اللي خلص بلافال إذا هو بده يشتغل بلافال لافال بحاجة لحكمة تعمل طوارئ إذا هو ما بيقبل يتعهد إنه هو بيعمل 30% من وقته بالطوارئ ما بيقدر ياخد برام. يعني هالشي نحن بنسميه برام ما بيقدر ياخد برام بلافال. وبنفس الوقت إذا في عنا حكيم وهو بيحب يعمل توليد وهو ساكن بلافال بس لافال منا بحاجة لولا طبيب يكون عم يعمل توليد بده يصير يضطر ياخد برام بمنطقة تانية
لحتى يقدر يعمل توليد هوني. وبهالحالة ممنوع يشتغل أكثر من نص الوقت بالمنطقة اللي ما عنده فيها فرام. نعم، يعني الله يساعد الخريج الجديد يلي بيكون أمضى سنوات سنوات بالدراسة، بده يرجع يدرس كيف بده يضبط وضعه بالمستقبل. قدي صرنا دكتور غلاييني يعني هل عم نلاحظ هذا الاتجاه وهذه الظاهرة تتنامى؟ هل هي حديثة العهد أم يعني ظاهرة جديدة قديمة مثل ما منقول؟ هلا القصة هيدي قديمة كتير. الأمبي عمرها يمكن قريبة 30 سنة. قبل كانوا الأطباء يعني خياري، يعني اللي بيحب يشتغل طوارئ يعمل طوارئ، اللي بيحب يشتغل بالمكتب بيعمل مكتب. مرقت فترة صاروا الأطباء بيشتغلوا مكاتب الفاميلي دكتور، يعملوا مكتب أكتر بكتير ما أنهم يعملوا أمبي. فهون الدولة صارت تعمل الأمبي فرض، يعني ديز اوبليغاسيون، ولحتى تشجع على ان بي زادت المدخول. يعني لما الانسان بيشتغل بالطوارئ، ولا لما بيشتغل بالمستشفى على الطابق، ولا لما بيعمل سي اش اس ال دي، ولا بيعمل توليد، صار يطلع مصاري اكثر من انه لما بيشتغل بالاوفيس. هالشي عمل نوع من الميغراسيون، هيدا من شي 25 سنه عمل ميغراسيون كبيره بالاطباء انه كلهم يعملوا ام بي. وهيدا اللي أثر على أنه صار عنا شيء اسمه waiting list للفاميلي دكتور من كم سنة. فالدولة لحتى تصلح هالشيء رجعت عملت العكس، يعني صارت تطلب من الفاميلي دكتور أنه يعملوا AMP freedom charge لحتى ياخدوا مرضى جديد. عم صار في كتير عدد من الأطباء بالأخص اللي كبار بالعمر ما بقى يقدروا يشتغلوا، لأنه أنت لما بتتعهدي مع الدولة أنك بدك تشتغلي طوارئ ولا بدك تعملي توليد، انت تعهدتي انه بده يصير عندك كل شهر جمعة او 10 ايام، يا اما بدك تنامي بالمستشفى بدك تكوني جار، يا اما بدك تكوني بالبيت وما بتعرفي اي متى بيتصلوا فيكي بيقول لك تفضلي على المستشفى. فستان ستيل دو في اللي هو اصعب. فلما بيوصل الحكيم كمان لعمر معين بصير بيفضل انه لا، انا بحب انه يكون عندي والله اورير معين من 8 الصبح للساعة 5 المساء، ما اشتغل بالويك اند، ما اضطر بالليل روح على المستشفى. فهي كل عمرها مثل ما بيقولوا شد حبال، يعني صارنا 20 سنة. الدولة بتلاقي تقصير هون بتقوم بتشد لهون، ترجع بتلاقي تقصير هون بتشد لهون. وهالحكمة يعني كل إنسان بيشوف شو اللي بيناسبه أكتر. انفصال الأطباء عن الرامكو واتجاههم للقطاع الخاص أكيد عنده أثار تترتب على المرضى، على النظام الصحي بشكل عام. ويمكن يعني بلشنا نلاحظ هذا الأمر، زادت لائحة الانتظار بشكل كتير كبير. باختصار اليوم كيف عم بتشوف الواقع، وبرأيك في إصلاحات ضرورية لجعل نظام الصحة أكثر جاذبية للأطباء؟ في حلول معينة فينا نقوم فيها ولا فقدنا الأمل؟ هلأ في شغلة هلأ كتير الوزارة سامعين أنه عم تسمعوا فيها، شيء اسمه جاب، يعني الدولة هذه الوزارة الجديدة الجوفرنمان الجديد عملوا خلقوا سيستام جديد سموه الجاب. الجاب هو الجروب دو ميدسان دو فامي، يعني هالمرضى اللي موجودين على الويتنج ليست بيعملوا لهم هن ترياج. يعني في هلأ ممرضات، يعني هو اللي بيتصلوا، أي إنسان قادر يتصل بالويت بعدين يحط الرقم 3 ويحكي مع الجاب، يسجل حاله على الجاب. الجاف يعني عنده حسناته وعنده سيئاته، تعرض لانتقادات كتير كمان. وانا بشتغل مع الجاف، يعني انا عامل انتانت مع الجاف. هلا المشكله الاساسيه انا بحسها انه كل جوفرنمان بيعمل خطه جديده ويعني بينسف الخطه اللي كانت مع الجوفرنمان اللي قبله. يعني قبل كان عندنا باريت، اذا بنتذكر دكتور باريت، صح، عمل هو سيستام وهو اللي رجع انه البريز ان شارج تبعت الباتيان، يعني انه الحكيم ياخد مرضى تعتبر ام بي لقلو. وهالشي سرع شوي بانه يتاخد ينزل عدد المرضى من الويتنج ليست. اجى الجوفرنمان الجديد هيدا الاخير، هلا المسكين يعني اكل جول بالكوفيد، يعني استقال وزير الصحة وعملوا وزير المالية، حاطين وزير صحة هلأ بالانتريم. بس هلأ طلع الهيدي تبعت الجاب. هلأ مشكلة الجاب هي عاملة شاك كبير اليوم على الفاميلي دكتور، لأنه أنا لما خلصت شغل كان إلي حق أخذ المريض اللي بدي. يعني مثلا أنت
اخت مريضة عندي وانت صحتك منيحة انا كفاميلي دكتور كان لي حق اخدك ما عندي اي مشكلة يعني جو بو براندر لو باسيون كي جو فو. هلا الجاب لا يعني نوفيل جينيراسيون ما لهم حق ينقوا مرضاهم يعني يسون اوبليجي انهم ياخذوا مرضى من الجاب. سوري انا ما قصدي شيء بس كمان هالحكيم اللي مخرج جديد اللي ما عنده خبرة الجاب بقلبه مرضى تقال كتير انا مع انه هالمرضى هول هن بحاجة امس لحتى يكون عنده الفاميلي دكتور بس انت كمان ما فيك تكلبشيله ايديه للحكيم. نعم. وكمان يعني في علاقة المريض بالطبيب يعني احيانا نرتاح نحن لطبيب يمكن منعرفه يعني يمكن حدا تاني بيروح لعنده مثل هالعلاقة الانسانية كتير مهمة بهالصعيد وخصوصا بحالة المرض 100%. هلأ مما لا شك فيه انه سنة يعني منه ضروري انه يكون في معرفة بين الطبيب والحكيم لحتى يكون هو الفاميلي دكتور تبعه بس انه اكيد اذا مثل ما انت عم تقولي اذا هالانسان مثلا انا اجى عندي مريض ووك ان كلينك كان عنده مشكلة وعالجته وشفته مرة اثنين ثلاثة اربعة كووك ان كلينك انا مني فاميلي دكتور تبعه بس صار في انتانت بيني انا وياه وانا قررت سجله كنت اقدر سجل المرضى هيك انا لما بلشت شغل اليوم لا اليوم الحكيم اللي بيسجل المريض منو جاي من الجاب ما بيطلع له عليه فورفي ونحن الفاميلي دكتور شغلنا كله مع الجوفرمنت هو بالفورفي يعني بيطلبوا منك انه اذا بتعملي هالعدد مرضى بيطلع لك هالفورفي يعني مثلا مدخولك بيطلع مثلا تسرابيه مثلا 30% بلس إذا بتشوف إذا بيكون عندك أكثر مثلاً من 800 مريض بيطلع لك الفورفي بونس لحتى على الكونسلتاسيون تبعت المريض يطلع لك مثلاً 5% زيادة فالجوفرمنت كتير بيحط على الفاميلي دكتور شروط بشكل أنه هلأ ما في نقص يعني أنه ما في نقص بالمرضى كمان بالبلد هون يعني لأنه كله على الويتنج ليست بس هالحكيم هيدا بيصير بيلاقي انه il ne peut pas choisir ses patients il est obligé de travailler des fins de semaine de faire des gardes de travailler la nuit. دكتور غلاييني أنا متضحي. نعم. السؤال الأخير وهيك إذا بتجاوبنا عليه بإجازة قبل ما ننهي المقابلة شو يلي بحفزك شخصيا على البقاء في شبكة الصحة العامة وهل عندك نصائح لزملائك يلي عم بيفكروا في الانفصال؟ هلا انا شخصيا برجع بقول يعني انا صار لي زمان يعني صار لي 10 سنين عم اشتغل فانا الكليانتل تبعيتي اوريدي موجوده يعني انا عندي الاف المرضى وانه متعود على السيستم دو في تبعي بعدين يمكن انا كمان سوري على الكلمه انا دقه قديمه يعني انا ما عندي مشكله اني اشتغل 5 ايام فول تايم. الحكمة الجديدة أنا بشوفها عنا بالعيادة لا بيقلك أنا مثلا بشتغل جمعتين وبسافر جمعة أو بشتغل 3 أيام بالجمعة وجي با بزوان دو بلوس بالأخص نحن بنعرف النظام المالي بكبات يعني مجرد ما الإنسان يطلع فوق $120,000 بالمدخول كل دولار بيعمله الدولة بتاخد أكتر من نصه في كتير حكمة بس يوصلوا لمعدل معين يعني بس يقطع مبلغ معين بيقول لك انا اصلا كل يوم عم اشتغله الدوله عم تاخذ نصه ونحن عايشين يعني هو عايش اوريدي بهالمبلغ هيدا منو مضطر يكبر المبلغ كتير. نعم. هلا في اشياء بني فيك عن جد يعني كمان التطور التكنولوجي عم يساعدنا كتير يعني انا بشوف نحن اليوم كم مريض عم ياخذ الحكيم وبشوف قبل ايام زمان كم مريض كان يقدر ياخذ الحكيم لا الامور عم تتحسن والويتنج ليست اللي نحن بنحكي عنها انه عنا 1,000,000 شخص على الويتنج ليست بكباك بس انه عدد السكان 9 مليون ففي 8 مليون اوريدي عندهم فاميلي دكتور وعندك منهم لهالمليون هول اكثر من النص هن شباب اعمارهم بين ال5-6 سنين وبين ال20 سنة هول ما بيحتاجوا يشوفوا مريض فعلى انه مزبوط في عنا نحن 300-400,000 مريض هن على الويتنج ليست وهن بحاجه ينشافوا. هلا انا بتمنى انه الجوفرمنت يكفي بخطه للاخر ولو تغير الوضع يعني ولو تغير السياق شو بيسموهن الجروب بوليتيك اللي عم يحكم لانه نبلش بشيء وما نكفي
من عهد لعهد فعلاً عم يأخر. نعم من عهد لعهد عم تتراكم المشاكل. دكتور محمد غلاييني شكرا جزيلا على توضيحك حول هذا الموضوع المهم جدا، ومن الواضح أنه انفصال الأطباء عن نظام الصحة العامة في كيبيك عم يمثل مشكلة معقدة لها أثار تعود إلى سنوات طويلة، نتمنى نلاقي حل في المستقبل. بدي أتشكرك والله يديمك بهالهمة ويعطيك الصحة يا رب. مرسي لك، صباح شكرا لك.